مساء الخير على حضراتكم. احنا طالعين لايف ده بالذات، ويمكن احنا مسكنا الموضوع ده بقالنا فتره، هو موضوع عمليات التجميل، عشان بقى سهل عند اي حد ان هو راح يعمل عمليه تجميل، وسهل انك انت تخش تشوف الدكتور على النت وتلاقيه منزل صور ان هو عمل وما عملش، فالنتيجه ان انت بتروح من غير ما بتسال، وفي ناس كتيره بتتاذي، وفي ناس كتيره بتفقد حياتها بسبب اخطاء دكاتره ما عندهمش ضمير. محمد عبد المنعم 26 سنه، سمع زي ما مليون شاب ومليون شابه بتسمع، انا ممكن اعمل لك عمليه شفط، وممكن اعمل لك طلع لك عضلات بطنك ويبقى قوامك في احسن شكل. محمد عبد المنعم 26 سنه راح عمل عمليه تجميل او شفط دهون، توفى على اثر هذه العمليه. لو نعرف التفاصيل ونعرف محمد عرف الدكتور ازاي، ونشوف ونرجو من كل مسؤول بيتابعنا وبيتابع اللايف ده، كل دكتور بيخطأ لو سمحتوا يكون في ردع لهذا الموقف. بقاء لله يا أمي، بقاء لله حضرتك، أنا بحكي والدة محمد وأخت محمد أستاذة مريم، بقاء لله وربنا يصبركم. أنا عايز أعرف بس القصة جت منين؟ حضرتك تحكي لي ولا هتبقى؟ إيه اللي حصل؟ ومحمد يعني أنا شايف إنه بيلعب رياضة، أنت في صور تانية وهو بيلعب رياضة يعني. فايه اللي خلاه وعرف منين الدكتور ده وعرفتوه منين وايه اللي حصل؟ او محمد وهو في الجيم حضرتك، هو محمد كان عنده مشكلة في الأجناب، يعني لما يلعب رياضة أو يلتزم بدايت عنده مشكلة كده في الأجناب ما بتروحش. فقال لي مريم أنا محتاجة أروح لدكتور يعمل لي الأجناب. تعرفي دكتور؟ فأنا كان عندي دكتور، الدكتور ده عميل عندي، أنا عندي شركة سوفت وير. كلمت قلت له خد رقم وكلمه وروح له العياده ويشوف معاه هيقول لك ايه. بالفعل اتصل عليه وراح له العياده قبل العمليه بيومين بالظبط. قال له انا هعمل لك بجهاز الفور دي، هعمل لك مش جنابك بس، انا كمان هعمل لك عضلات بطنك البطن بقى. وعضلات وكده بجهاز ما بيستخدموش غير العرب، والجهاز ده تأجيره غالي جدا، بس في واحده سعوديه هتعمل يوم السبت، ففرصه اعمل لك معاها بدل ما اجره ليك واجره ليها، اجره مره واحده. وطلب كام فلوس؟ طلب منه 30,000. كنت يا مريم سمعتي عنه قبل كده؟ تعرفي عنه حاجة؟ تعرفه هو تاريخه كان، ايه؟ لا هو بس كان عميل عندي وبعمل له ابلكيشن، يعني ملهاش علاقه فقلتي بالطب، خلاص نعرف. ملهاش علاقه بالطب خالص، يعني هو ابلكيشن يعني ماليش علاقه بالطب. بالفعل اتفقوا على يوم السبت، وراح محمد الساعه 2 وكان معاه واحد صاحبه. صاحبه ده اللي هو توفى على ايده وكان معاه من يوم العمليه. احنا بنتكلم 6 8، احنا بنتكلم في ستة من ثمانية 20 يوم يعني. بالظبط، 6 8 هو توفى 13 8. يا حبيبي راح العمليه كانت الساعه، دخل المستشفى الساعه 2، مستشفى كبيره في التجمع، دخل العمليه الساعه 2، دخل سوري المستشفى الساعه 2، ابتدى العمليه على الساعه 4، خلص على الساعه 7. انا كنت رايحه له في الطريق، وانا رايحه له في الطريق لقيت الدكتور مصور نفسه من جوه اوضه العمليات بمحمد قبل وبعد، وطالع فرحان قوي بالصور منزلها على البيج بتاعته، على صفحته، على صفحته، من غير ما يعني من يستأذن غير ما يستأذن وفي محمد اي انت عايز حاجه. تطلع ولا لا؟ بصورة محمد. ده وهو لا قصص وشه بس مبين جسمه. فطبعا انا عرفت، فحتى رحت ساعتها قلت لمحمد انت صورتك طالعه على النت. فهو اتضايق يومها، قال لي ازاي يطلع الصوره وكده. قلت له ما تقلقش، هو كده كده قصص وشك، خلينا لما نخلص نبقى نكلمه في الموضوع ده انه يشيلها. عايز اقول لك لحد بعد ما توفى ما شالهاش هو، بس لما قلق قفل صفحته من كام يوم، لكن لحد بعد الوفاه ما شالش الصور. وانا مصوره كل الكلام ده سكرين شوت وفيديوهات. بعد ما تاثير البنج راح من محمد بقى، انا وصلت عنده المستشفى الساعه 11، كان تاثير البنج ابتدى يروح، بتقولي انه كان ابتدى يرجع، بيعرق جامد. ابتدى بقى ابتدى بقى مجرد ما تاثير البنج راح، مع انه كان مركب له جهاز تسكين قلم ومدينه حقنه نالوفين مخدر، يعني المفروض اللي عنده قلم ايه حتى ما يحسش. ابتدى يعرق جامد، دخل الحمام عايز يعمل حمام، فلقينا بيصوت الحقوني. انا فدخلوا صح طبعا، صاحبه دخله هو اللي جوه فالحمام، فلقيته بيقول لي مريم الحقي انا كل العضو التناسلي بتاعي عباره عن كوره زرقاء. يعني هو بقى عمل له مشكله تحت انا مش عارفه. فطب في ايه محمد بتاع انا؟ طب
اي علاقه العمليه تحت. هو ليه انا جالي كده؟ رحت رايحه متصله للدكتور بالدكتور، قال لك ايه؟ متصله بالدكتور، اتصلت بيه، يا دكتور في كذا كذا كذا. قال لي حطي له ثلج. نادينا التمريض، فعلا جابوا لنا كيس ثلج بس كبير. مريم، انت في نقطة مهمة برضو لو سمحتي، انت قلت لي ان الدكتور دخل عمل العملية ما معهوش ولا مساعد. بالظبط. دي نقطة مهمة برضو، انا اعرف ان العمليات اللي بيكون في اكتر من مساعد وفي كيان تمريض، ازاي ما خدتوش بالكم من دي ازاي؟ انا لما رحت الساعه 11 بعد ما العمليه خلصت، العمليه خلصت انا من 7، انا لما رحت الساعه 11 لقيته اتصلت بيه فجالي، فداخل يقول لي مريم انت جايه اتخدلت، انا كنت فاكر ان انا هشيل 3 لتر كده ولا حاجه بسيطه، كل ما ادخل الجهاز اطلع دهون، كل ما ادخل الجهاز اطلع دهون، مع ان الصوره اللي على الفيسبوك بتاعته حاجه صغيره كده ما تدلش ان دي 9 لتر ابدا يعني، تمام، بقى كمان صغير كده دهون. فبيقول لي كل ما ادخل اقطع، فبقول له يا دكتور هو انت كنت لوحدك ولا ايه؟ قال لي اه، ما انا شفت العمليه كلها لوحدي عشان الفريق اللي كان معايا كان تدريب. الله اعلم بقى هم بقى بيدربوا بقى ولا بيجربوا. ومشي، وحصل بعديها زي ما تعرف محمد دخل الحمام والقصه دي. ابي اتخدلت ونمت جنبه ساعة. وقال لي اه، قال لي ده انا نمت اول جنبه مره ساعة على الكنبة. هو بيقول انا ده نمت صور، جنبه. كان بيصور وكان بيعمل العملية، كان بيصور وكان بيعمل العملية وكان نايم، يعني عمل كل حاجة. ده احنا مش مودينه مستشفى، احنا كنا مودينه بيته، ان هو بيريح وبيشتغل لوحده وكل حاجة كانت لوحده، مش مفيش فريق طبي معاه، مفيش دكاترة، مفيش تمريض معاه، مفيش أي حد ومحمد مساعدين. صحته كويسه، بيروح محمد الجيم زي الفل، شاب محمد زي 26 الفل، سنه في بدايه حياته. محمد باشا أمير، كل حاجة حلوة كانت في ابني، كل حاجة حلوة كانت في ابني. هو اللي خده في دوكا، هو اللي خده في دوكا، هعمل لك وهعمل لك وهعمل لك. الولد ده 26 سنة، قال بقى إن هو هيبقى يعني حاجة تانية، بما إن هو زي الفل، هو زي الفل، ورايح برجله وما فيهوش أي حاجة، ودي عملية تجميل بسيطة. ويقول لي يا أمي دول يومين، يا أمي يومين يا ابني ما فيكش حاجة، يا حبيبي ما فيكش حاجة. يقول لي ماما دول يومين يا ماما، أصل هيظبط لي مش عارف إيه وهيظبط لي إيه. والنصيب، النصيب أيوه، بس إيه اللي أنت عملته ده؟ يعني إيه؟ يعني إيه تخش أوضة عمليات لوحدك عشان تاخد الفلوس في جيبك؟ عشان تروح تصيف بيها زي ما رحت تاني يوم؟ هو زي ما ابني تاني دفنته تاني يوم، تاني يوم كان في الأقصر. ابني اتدفن، ابني اتدفن زي الفل، شاب زي الفل. الصغير قبل الكبير بيعيط عليه وحزين عليه وهو يروح الأقصر؟ طب اعمل اللي عليك، والأعمار بيد الله، اعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك، وقف كده شهم والناس تبقى معاك، واعمل بضمير، واللي يقدره ربنا هو اللي هيكون. ما تابعش محمد بعد كده خالص؟ لا يا حبيبي، مفيش لا متابعة ولا في أي حاجة، وكله استهتار، استهتار ولا رد على طب تليفون انتوا ولا أي حاجة. بتبعتوا له تقول له محمد بنقول بيرجع له كل دم؟ حاجة، محمد نفسه بيبعت له، اللي بيرجع دم ما بيردش عليه، ما بيهتمش بيه خالص. بص حضرتك، انت حضرتك قلت ان محمد قعد بعد كده بيرجع دم على طول، بيرجع اسود، انا اسف، اسود ده يعني ده في محمد بعت له ريكورد من نزيف الموبايل، داخلي محمد بعت له ريكورد من الموبايل وممكن نسمعه، بيقول له فينك يا دكتور الحقني، انا برجع اسود وعندي صغطه ما بتروحش، والمنطقه اللي من تحت اسودت، تمام، وبعت له صور، وبعت له الصور، الصور معانا يا استاذ سامر، حضرتك تشوفها تقول لا 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 لا، ده في حاجه وحاجه قويه، يعني ابني في حاجه وحاجه قويه جدا. اللي جاب عمليه جناب لان الجهاز التناسلي بتاعه كله يبوظ يا حبيبي، ازاي يا حبيبي. ازاي اللي جاب الجناب للمنطقه دي؟ وترجيع الدم ده حضرتك ترجيع اسود، ترجيع اسود. سالته بعد كده قالوا هي حاجه من قالوا الاثنين، لا اما ثقب، لا اما ثقب، لا الا براز بيطلعه من بقه يا حبيبي. وبعدين غير كده كمان، ان انت اصلا انت واخده، انت اللي قايل له تعالى وهعمل لك وهعمل لك، ورايح على ضمان مريم، يعني انت عارف مريم كويس، اما للناس اللي انت ما بتبقاش عارفهم خالص بتعمل فيهم ايه؟ بتعمل فيهم ايه؟ بتديهم لتمرجي عندك؟ يعمل لهم؟
مريم انت لما قعدتي تدوري على الدكتور بعد كده قعدتي تعملي سيرش لقيتي ان هو كان مقبوض عليه قبل كده في عمليه. ايوه لما عملنا سيرش لقينا ان هو سنه 2014 كان عامل عمليه لواحده ليبيه ورماها وماتت اثناء العمليه ورماها في الشارع هو والمساعدين. سجن 3 سنين وسنتين فقط وقفه عن العمل. طلع يمارس المهنه 2018. طبعا انا ناس عملت لي منشن على الكلام ده، انا ما كنتش تعرفي. لا انا ناس عملت لي منشن اليومين اللي فاتوا على الكلام ده. سنه 2018 عمل لواحده تكميم وقعد في العمليه 7 ساعات. اخوها بيحكي على الفيسبوك القصه كلها تمام، وبيقول ان الدكتور ده قعد في العمليه 7 ساعات وعمل لها ثقب في المعده. والدكتور ده والده يعني كان دكتور كبير في مستشفى معروفه، ف يعني زي ما هو زي ما الولد كاتب ترمغوا على الموضوع وعدوا الموضوع. واخته عاشت ولا خدوها بقى هم ودوها مستشفى تانية. ودوها مستشفى تانية بيقول لك صرف، طلع عندها ثقب في المعده وصرف اكتر من 300,000 جنيه، والبنت لحد وقتنا هذا تعبانه تمام. انا بس عايزك مريم عشان احنا اتكلمنا كده بره الهواء، قلتي لي ان هو كان الله يرحمه يا حبيبي، الله يرحمه ويصبركم يا رب، ان هو كان بيرجع دم على مدار بيرجع اسود اكتر من 20 مره. 20 مره ده على مدار الخمس ايام او الست ايام من يوم 6 بالظبط. انت قلت لي كمان هو كان بيعرف، فهو ده احتمالين، لا اما يكون ثقب في الامعاء، لا اما يكون ثقب في المعده. ثقب في المعده ده بيكون نزيف داخلي بالظبط، غير بقى المنطقه التناسليه احنا مش عارفين اصلا ايه سببها او ايه اللي جابته تحت. انا مش فاهم ايه علاقه الكلام ده. احنا طبعا مش عارفين. وهو دلوقتي لسه في تحقيقات نيابه وفي الطب الشرعي في الطب الشرعي وفي تحقيقات النيابه احنا مبلغين طبعا. وهو طبعا مختفي. وهو قال قفل عيادته وقفل كان عنده شركه قفلها ومش عارفين هو فين. هو انت مش في شغل ما بينكم؟ ما هو في شغل ما بيننا طبعا. لما حصل الموقف ده الناس عندي في الشركه اتضايقوا طبعا من اللي حصل، فراحوا موقفينه الشغل. اوكي، ده تاني يوم الوفاه بيتكلم يسال عن شغله بعد ما اخوك توفى. تاني يوم يعني انت دفنت اخوك النهارده، تاني يوم كلمك. تاني يوم بيتكلم من الشباب عندي في الشركه، اخبار الشغل ايه. طب هو لما عرف بتعب محمد ما كانش بيرد على التليفون، ما ردش على التليفون غير اخر يوم قبل الوفاه الساعه 6:30. وتبريره ايه بقى؟ انا اعرف اي دكتور بيعمل عمليه بيتابع المريض بتاعه، بيتابعه بيبص عليه، بيجي له بعد كده العياده، بيحصل فيه يعني ده الاهم ما بعد العمليه على فكره. كان رافض ولا طلب ان هو يروح العياده ولا طلب نقله المستشفى. اخته وصاحبه خدوه ونقلوه مستشفى جنبيهم، من كتر ما هو كان في حاله اعياء ركبوا له محاليل وادوا له حقن الزفران للترجيع، ما عملتش معاه حاجه تمام. والدكتور ولا هنا، هو بيروحش على تليفونات ولا مي عندها 22 سنه اخته، وصاحبه عنده 26 سنه زيه، يعني ولا يفهموا في الطب ولا يفهموا في اي حاجه. هم كانوا بيحاولوا ان هم يعني ينقذوه باي طريقه تمام. يوم الوفاه بقى الساعه 6:30 رد على التليفون وصاحبه قال له ايه، يلحق يا دكتور محمد تعبان جدا. قال له انا هاجيلك. بعد كده راح فضل لحد الساعه 11 يتصل بيه ما بيردش. اتصل بيه الساعه 11:30 قال له خلاص انا طالع لك اهو، هو لسه في نفس يعني، هو عارف رايح وعارف هيكتب تقرير وعارف كل حاجه تمام. قال له لسه في نفس. قبل ما طلع يفتح له الباب ودخل ولقوه متوفي في الارض. اداله حقن، راح اداله حقن الدكسه. ادى لمحمد الله يرحمه حقنه. اداله حقنه وهو ميت. محمد طلب يا حبيبي قبل ما يموت طلب ياخد حمام. صاحبه خدوا الحمام وعمل حمام. حمام. وبعد ما قبل ما يطلعوا على السرير راح وقع في الارض. كان الباب يجهض، راح فتح محمد صاحبه لقى الدكتور. عبال ما دخلوا الاوضه عنده لقوه متوفي، راح مديله الحقنه وبقى يدوس ويقول له جات له ميه في الرئه، يقول ممكن يكون جات له كورونا، ممكن يكون جات له، ممكن كل حاجه عنده ممكن، مفيش حاجه هو متاكد. انا شاكه ان ده كان دكتور، ده كان اكيد مع الاعداديه. هو بيقول ده جاله كورونا او التهاب فيروسي
او انفكشن في البطن، هو بيقول كده. او طب انت عملت اشعه مقطعيه، عملت بقى يتابع على رايك، يتابع نقلته مستشفى وجبت دكتور جهاز هضمي يشوف فيه ايه اللي حصل، يفتحوا حتى ويعملوا جراحه ويشوفوا ايه اللي حصل جوه. مفيش بيسال صاحبه هو لسه فيه النفس، يعني انت عارف انك انت رايح وهتلاقيه ميت، وراح كتب تقرير هبوط حاد في الدوره الدمويه وشكرا واتكل على الله، من ساعتها ما شفناهوش تاني ابدا. يعني حتى ما استناش ان احنا نروح. ده كان تاني يوم يا استاذ تامر، اول ما شاف حاجه او شك في حاجه مريم هتقولي المستشفى بسرعه. ده طبيعي، ده طبيعي على فكره. انا حاسه ان هو دخل المستشفى دخلها ازاي؟ يعني هو على انه دكتور ولا هو كان داخلها ازاي؟ يعني انا مش عارف، يعني هو واخد اذن بدخول المستشفى ولا هو داخل من وراهم ولا في ايه بالظبط؟ هو اصلا لو يعني هو لو دكتور اي حد لازم هيروح له على طول. ده فعلا يشوفه. ايوه هاتيها مريم على طول المستشفى اشوف ايه الاخبار. لكن انا اسف، انا ما عنديش حاجه اقولها، ده وجع كبير. احنا يعني بنتكلم على شاب 26 سنة. سنه، انا عارف، انا 26 سنة. ده لسه في بدايه حياته. محمد الله يرحمه عنده طفل عنده سنه ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل فيه، حسبي الله ونعم الوكيل. ده ابنه لسه ما يعرفش ربه. ولا هو فرح بالدنيا لسه. لسه عايل يا حبيبي. لسه عايل فرحان بالدنيا وعايز يكون على احسن وجه. حسبي الله ونعم الوكيل. احنا بنشكر كل المسؤولين اللي بتتابع موضوع محمد عبد المنعم. لو سمحت احنا بقينا في صدد اخطاء واهمال طبي. الطب دي أرقى مهنة في أي مجتمع أيا كان، دي مهنة الإنسانية. لما دكتور يعمل عملية وما يتابعش المريض أو يسأل عليه، أو المريض بيكون فلوسك واخدت فلوسك، محدش اتأخر على فلوسك، بتسعى إلى الربح على عيني وعلى راسي، دي عملية تجميلية فهو خد حقك. بس ما ينفعش إن احنا شاب صغير 26 سنة حياته تروح عشان دكتور ما بيردش، والدكتور الله اعلم هنشوف تحيات النيابه ونشوف الطب الشرعي هيصل لايه. ما توصلش ده، وخصوصا ان احنا دلوقتي بقت العمليات دي منتشره بشكل كبير جدا، بقى الشباب في كل حته بيعمل عمليات تجميل. فلو سمحتوا نحافظ على شبابنا ونخلي بالنا منهم. والله يرحم محمد يا رب، وربنا يصبركم. انا اسف على اللي حصل، انا اسف، بشكركم على السلامه.